يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ناشونال تكنولوجي، الموزع الرسمي لفيليبس. أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي، هذه هي حياتي، نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذه هي حياتي، نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، هذاك فنان يغني، هذاك فنو في الكرة، زيد الفن السابع معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي، نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. مع التوفيق سيسا ما في، مع التوفيق سيسا ما في. هذاك فنان يغني، هذاك فنو في الكرة، زيد الفن السابع معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي، نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. مع التوفيق سيسا ما في، مع التوفيق سيسا ما في. هذه هي حياتي. عروض عالية، عروض عالية، والموت فيها جاتني. قول عروض عالية والموت فيها جاتني، لا صبت ناسي ولا عرب زرتني. أجلي تمتني سرت لله والخلي، جت لما الأرض الصحيحة كيف عني صمت، جيت ثايرة كان الخشب نطحتني. غرود عالية، غرود Thank you.
ردي عليا بنيت العرجور، ردي عليا يا بنيت العرجون ربي ردي عليا. هكم لابس زين يلمس مية يا بنيت العرجون ربي لا لا ردي عليا يا بنيت العرجون ردي عليا يا بنيت العرجون ردي عليا وانا باين بين شويه الهد الاخرى. هاني كاين واحد النخله باينه، كاين واحد العام طويل. هاني كاين واحد النخله شويه باينه برك. هاني على البيست، مش على البيست وبعد ندور غاديك. هاني مش بعيد زيتونه في وسط النخله. من هي البطاطا اللي خسرت لك؟ بطاطا ما خسرتيش، البطاطا تخسر الناس كله، لكن انا خسرت لي اكثر. مش في هذا، هذه مثلا البطاطا الحمراء هذه والبطاطا البيضاء اللي عملتها في البريفولاخ. من هي البطاطا الحمراء من البطاطا حتى يخسرت شوي، حتى خسرت شوي. هذا البيف وهذا البير، هذا هو يمشي درك البير هذا، وبرا شوف الماء ثاني، ذوق الماء ثاني مليح الماء حلو. هذاك علاش البلاد هذه بلاد الدلاع، الدلاع مليح يجي فيها. لا هو تو هجم علي التراب من غاديك، انا هرب هجم علي من هي. وما تقدرش تحبسه؟ لا سيدي نخدم وندير له الزرب كما دار هذاك الطفل هذاك، ندير له الزرب هكا كما تشوف الزرب على خارج. هالزرب هذاك هذاك هو اللي هذاك الزرب، حتى هو ماشي حتى اللي هو زرب. ها انا الاخ نتاعه زرب، هذاك القمير نتاعنا. ايوه وهذا تو بعد عام ولا عامين ولا قداش نستاهل تطلع تقول لي زيتونه ونجي نشربكم شويه زيت كما حبيت. ايوه نجو نجو ان شاء الله. وتجي لي شاي ونجي ندير بيك شاي. اي هذيك باش نعاود نشد شباب انايا. انا نموت كشباب ان شاء الله. لا 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 انت راك شباب عليك. انا البارح تكلمت على الموت نتاعي، قلت لهم اذا كان موت ربك نتعاركم بعد. لا ان شاء الله ربي يطول عمرك. والعمر الامر مش بيدينا يعني، حتى نهضر هكا مش بيدينا الحمد لله. طفوها ولا خلوها؟ لا لا خلوها هذه، نهضروا مع اللي عنده جاس ما شربش. هذه كان كاين فيكم واحد ينجم يرنجيها لي، طلع لي شويه تراب هنا ما نجمش. هاي قدش هذه؟ خاطر هذه لازم تطلع شوي هاك البرج هذاك. نقدروا نلصقوه ولا نجموا لكن ما بيدوش. طلعوا برك الفوق برك. نعاونوه؟ طلعوا الفوق ترى. طلعوا الفوق شوي وحطوا شوي وحطوا الجرم هذا اللي منا. استنى اللي منا طلعوا هو شوي برك عادي. شوي برك شوي لا. برك طلع شوف كيفاش ودز البعض. ما عادش تجيب ما عادش تجيب بس ننزل تنزل شويه تراب برك. ما تقدرش خلي لا ما تقدرش هب هب خلي هب ما تقدرش هب كي كان قبل هاك زدت على همه انت لا تقدرش ما تقدرش. لا تو نقول الخدام يصرفها وقدو لازم لازم معاونه لازم له معاونه. لا الماء ياسر الماء قوي هاك تشوف ها ها هذه خرجت من بلاصتها ها هاي البلبازل ها هي وين خرجت ها هي وين شفت هذه ايه تقطعت تقطعت بيان سور تقطعت لازم نقلب زيد 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 خلاص جبدو كاع جبدو كاع. لا لا سي بون سي بون سي بون سي بون سي بون خلاص. ولكن هذيك هي تشرب من هذيك الباب والله يا لوم الخوف من الله. هلت في قلبي من القعيب سلة. ايوه سلة من عروقة وبات يخمم مع المعشوق وسوقه. ايوه يبكي وينيح ضايقات خلوقه على صاحبه اللي مشى عليه ما ولا. ايوه ما ولاش حاس قليبي والجوش ما فيها شي. هاني مع الزيتون هاني نسقي ونقاسي وهذا ها هذا هذا لمن
لا من قده لا من قده لا من قده حاولت نقد نايا وحاولت تجيب لي اذاعه تشهد علي نايا خدام اللي يخدم ما هنا قلبي نايا صفق يدي ونقول هذه كتبت الله ودريك شنو ما يعاونوك انا والله برا روح انا اولادي يا رجل مش غير اولادي لا كل الاولاد هكا يعني تاع السروال المقطع هذا ولادك تاع السروال المقطع يدير السروال المقطع فكره مقطع فكره مقطع اي في بالها راهو مودرن في بالها راهو وصل ناس دارت الهزاكه اللي وصلت قمه مال قمه قرايه وقمه ثقافه بالك قاعد ندير ما هنا الناس كل ماشي ندير هكا انا بابا فيس دي بابا فيس دي با هاي قرا سروالي باش نولي فقير زوالي وما ترك زوالي دير دي بدي ليسونس ميلادي زوالي واش ودير سروال او عندنا واحد ولكن ما نقولوش عليه شكون ولكن مش مشكله هذيك معنا هنا راه معنا راه معنا كيف امي بعثتها بعثتها للصحراء ما قالت لها حد شيء كان ردبك من العقارب وليدي طبعا عندنا عقارب هنا في المسوف هذا التراب البي هذا هذا في عقارب هذا ها كاش حاجه اسكت كاش حاجه اسكت فيا ترى ها هذا فيه الماء ما تسمش حجه اي مش حجه ولكن انت هي برد خلاص صراحه ها تمرغ لكم في التراب الاخر واحد منكم مثلا سالني قال لي كاش على الفاهي يا ودي هديك ربي سالني هذا السؤال البارح هل الفاهي ما تخرجش في كل مكان ما تخرجش في هذا الطقس في النظافه هذه كان اماكن مثلا وانت مثلا تمرح وانت تسرح هذه مكان مش صراحه هذه اللي اسمها ما تحت زرب ولا تحت حجار ولا عربه كذا منكم ما انا لا ما شاء الله ما كاش هذا الاداء انا عندي سنه كذا نشدوا الفاعي احنا ناكلهم الفاعي كل حال ناكل الفاعي يعني. تاكل الفاعي ناكل ايه ولكن كيفاش تاكلها؟ طيب لا احنا نقصوها مثلا ندير شبر من راسها الاسماء نقصوه ومن ذيلها نقصوه ونشوها بالنار النار تقتل كل شيء ولكن لا يدير الشيء لازم يذوقها الناس يقول لك اه كلا لفعة وش لفعة تاكلها انت؟ ناكل غيري كنا ناكلوها تو تحب تجيب لكم واحدة قديد تهزوها معكم تديروها في الشربة انا ماشي لواحد البلاصة فيها فيها القديد تاع اللفعة دواء هو قولوا نقولوا احنا دواء نكذبوا او نقولوا الحقيقه نقولوا دواء للسحر دواء للتابعه تشرب بالدراهم الغاليه مره واحد السيد باع الصابل هذا باع التراب هذا في اسمه في سكيكته ولا ماشي نعرف فين احنا باع اسمه السعف في التراب الشعوذي سي الشعوذي اوه هذه ناحيه اسمها السحر ناحيه كذا كذا احنا كل نقول لكم الف هذه ناحيه السحر تمنونا ناكلوا فيها كاكا عفويه ولا اسمها وسمحه وطيبه قلنا بابا 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 اللفعه كلاها يا ابو رب يا لا والله ولا شيء طيب بنينا بنينا يا شرب منك لحم 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 كيشرش معنا كيشرات كي هذا كله كلهم احنا بابوش لا ما ناكلوش لا ما ناكلوش باش ما عندناش باش نجيبو من الجبال مش داري مش دار ما كليناش منه نزغبو منه ولكن ما نمشي له ضد حتى هذاك مثلا عنده طعمته عنده سبحان الله كما انتم تقولوا لنا لا حتى احنا نقول لكم لا انا مكره فيكم بابوش لا حتى احنا انت الفاع والبشر شبه لا حتى احنا البابوش لا حتى الليمون الليمون حتى الليمون برانست سكارغو شو سرقوا انا ما نعرفوش لا لا مكره فيكم ترى كنت تذوقون انا كلوه لكن هكا انتم ما تحبوش حتى انا مكره نرجعوا للضاوية لا نرجعوا لواحد البلاصة هنا قريبة باش نشوفوا هذاك الفلاح نقول لهم هذه سموها الزمريني سموها هذه البلاصه الزمريني هذه فيها عندي نكسب فيها زوج قطعات ارض وزوج مثلا طالب نخيل سمع الاخرى جايين في الجهه اللي من هيك وهذو في لا لا واحد منا واحد منا واحد في اليمين واحد اليسار اليسار هو مثلا اللي هو على اليسار حاليا نروقوا على طريق الطريق الرئيسي والاخرى جايين مثلا في مثلا ديتو مسلك مسلك تاع فلاحي ولكن هذا ما عندهم مدة عندهم واحد عنده 30 سنة واحد أكثر من 30 سنة هم عندي والعمال اللي يخدموا عندهم هنا في الحي هذا اللي يسموه الذراع الأحمر راحوا ليهم حتى هم أدرك ما كانش اللي هنا اللي اسمها ما زالوا قريب من المسؤول هذا المساء وهذا من الفلاحة وصلوا حتى لغاية هنا ما شاء الله
هم ما كانوش هنا في الحقيقة، كانوا محدودين، ولكن هاني نشوف الفلاح، نشوف فلاحة العام هذا كي مزرعش البطاطا، يعني عوضوني بعض الناس، يعني عوضوني هذا، عوضني يمكن عوض الجزائر، يعني ما عوضنيش انا باش يعطيني نص الفلاحة، لكن عوض الشيء اللي ما خدمتوش انا اللي زادوا خدموا في الحي هذا، خاطر الجهة هذه أرض بطاطا وأرض ورث دلاع، دلاع خاطر معناتها حلو. أيوه جيب البطاطا في الآخر شوية مرارة، لكن لما يخرج من البير يخرج مثلا حلو. لما أي ما كان، لما مثلا تحطه في آنية أو سباية كي بلد وكذا كذا يدير الفيتيريا، أما كي يخرج حي ما عنده ما يدير، عنده ما يدير، أشرب على روحك، أشد وأغرف أشرب، مازال خارج من البير أشرب على روحك. ولهذا كان الناس تقول قوم مر كذا كذا، وهم ما يضروش على كل حال، احنا نشربوا منه، نشرب منه بقيلك، شربت منه البير بتاعي، هاني خليته محلول، تو نقول للخدام نقول له العشوه مش صحيح، لا غدو نعمل له شو اسمه هذيك الميليتري هذيك تاع بالوقت بالوقت، لا نعمل له كل مثلا كل ساعتين، كل 24 ساعه نعمل له ساعتين تكفي. متيقن مديت وانت متيقن مديت وانت متيقن مديت هاي هاي مش ياسر بكاس تاعي هاي 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 السلام عليكم على بالي مديت كلكم انا مش نهز عليكم نوط ماشي قد قد كل ما عطيتهم يقول لك ما ديناش هاي انا جينا وانا كاس تاعي تو يباك علينا انت سمره صحيتي اولى حاجه كبيره يلا سربينا كاس تاعي يا سيدي سربي هاي شوف هذا شفت الحمارة هذه هذه الحمارة هذه يقول الحمارة ندير ندير فيها الكاستاي السلام عليكم هذا شكون له حاج الأخضر هذا خدم معايا مشوار في الغوط وهذا ولده معايا في اسمها في الهود وهذه أشبك كيفاش طاسك كيفاش تغلي بالماء أيوه ها وسر بالماء وطلع الفوق يدك الفوق يا سلم وهذا اللي هذا نتاع الهود لقيته الفويت في الماء ولا راه يسيح الماء راح قاع لكن الاسم هذاك الواحد نتاع درت الرونج قد قد ما عرفش قد زاد قريب يفسده قلت له ربي حبسني ما نديرش حد شيء ولي خليتها محلوله قداش عندها ما سقتش تعرف واش نديرو لها كل ما نديرو لها مونقال هذيك نتاع ساعتين كل يوم ما نزيهاش ساعتين ستحل لها ضربه واحده قلت شو متقلقكش بلاصة الدلاعة اللي كاين لقيت فيها عوامي منه كلها داير عوامي مش ندروش ها هي البالة ولات خدمة جديدة نديرو حنا نديرو واحدة جديدة والزر ثاني حتى هو رايح طايح هاكم تقروا كل وانت وين تقرا انت؟ شانا قداش؟ هاي انت هي لا لا مشينا عليك انت يا سنين طايحه سنينك طايحه وتقول لي لولا احنا على لولا احنا انت قداش؟ وتعرفوا النشيد ولا ما تعرفوش؟ قسما تعرفوها؟ يلا حفظوا لك كلكم قسما قسما بالناس ذات المحقات والدماء الذاكرات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات الجبال الشامخات الشاهقات نحن ظلنا في حياة الأوممات وعقلنا الأجل عند حيل تزرعك فاشهدوا فاشهدوا هاي صفقة تصفيقة تصفيقة يا زي
باهي هذه ابتكار جديد. اوي ذقت التاي انت؟ واش معنى طيب ذقت التاي انت؟ ها ها ريح. لا لا هكا ولا تنخرجوك اللعب. لا تريحها وتخرج. وستيلو انا جايب واش مازال في راس العام؟ واش مازال الاخضر تجاني راس العام؟ شهر مثلا شهر قليل شوي يلزمك يعني هكا مزلو بيش انت ولو في راس العام قد قدو ممكن خمسه في الشهر سته في الشهر عشره في الشهر ممكن ما كانش ونعطي الاثنين اللي تقول انا اللي اسمها اسمها الصغيره اختك سالمة هاي سالمة هي توزع عليكم وما تقول هذيك سمرة هذيك والو تاكلها كل السنوات لا هي هي سامي هي هاي معلش قابلين نعطيها لها وتوزع عليكم قابلين الكل يا ونصكم مش قابل قابلين الكل انت مش قابل يا عفريت قولوا اي نعم خلاص سالمة وني سالمة هي متدرب يا فندم كما قالت العزيز زوق على التلفزيون او ياكل برها قوره والله العظيم غير يغول يغول التلفزيون ربي تجاني عندك شي حاجه لفعة اسمها جديده برا هات لي واحد كاين اكيد خلي يشوفوها لا جديده جديده ماشي شنو الجديده؟ جديده ما تعرفش الجديد واحد شاحب في السمش من الملح الجديد تاع الحمام الجديد تاع الماكل الحمام تاع الحمام هذا يسموه الحوج باش يرملوه عطيه صور فنك ها؟ وين هو الفنك؟ هاكا وكاين فنك هديه هديه ليه وين هو الفنك؟ غيب ابوها نخطبها وعليها صعب وين الفنك؟ هذا فنك ياكل يعذب يمكنك قلي هذه وهذه أو هذه بالطريقة نفسها التي تخبزين فيها هذه وهذه أو هذه تماماً بعد الانتهاء من شواء هذه وهذه أو هذه. فيليبس إير فراير أفضل مذاق للطعام من دون الزيت. ابتكار وأنت فيليبس. نشرحوا ما في جوفنا ما في قلوبنا ما في يعني تحب تقول تشوف رحمه ربي شوف رحمه ربي شوف هذه في جنرال تاع البلاد شوف صح صح هاك تطلع السيدولوجي تشوف كلش هذيك كونين كنا بقينا كيف كونين وقمار سي بان بلان قمار الجامعه هاي تقريبا ها شفت الجامعه وراي ايوه شفت الجامعه جامعه الجامعه اللي كنا الجامعه اللي كنا فيها اوه ايوه هذيك من غادي تطلع لكونين كونين هاو كان نخلى لك هذيك كونين ايوه وانا فاوك سيدي اكسترا وقمار هي ما تبانش شويه سمع هنا راه طالع كلش نو من تبان بلا من ثاني هنا فلاحه بعد اللي هذا كان الفلاحه تاع البطاطا هذا زون تاع فلاحه كل هذا زون هذا اسمه السياحه هذا هاو سيد خلاو منا شويه هكا كل واحد ياخذ شويه من هذا كان زون تاع السياحه هذه كلها ارض تاع
عرض سياحة. أقول لك هناك وتشوف الله غالب. الله غالب. يا الله غالب يا طالب. الله غالب. هذه كانت لدين، هذه ما كانت عالية بزاف لدين هذه اللي هنايا. هذا علاش الضاوية مثلا سي جلالي مهري حب مثلا كيطلع من هنا يشوف اسمها البلاصة الكراس هذيك. يعني هي في الخيال في المنام يقول في المنام كانت والدته تجي تقول له مثلا على الضوء منامة ها صبحت حقيقة يعني صبحت حقيقة وبداها بها بشوي 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 أصبح مثلا حتى مثلا عمل قصر كان يشوف منامة الوالدة تاعها الوالدة كانت الوالدة من أطيب المخلوقات يعني من إنسانة طيبة بزاف ودعوتها حاكت كيف يقولوها كما دعوت بعض الناس كما دعوت والدينا والدين الناس وكاين هو إنسان كريم وإنسان طيب إنسان يحب البلاد بزاف 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 ولهذا أنجز كثير حاجات كثيرة تو الزيتون مثلا من مصنع تاع الزيتون وعنده مثلا هذا الوتال الجديد الإنجاز ربي يبارك له قريب يخلص إن شاء الله ويدي ما يجيب لنا في السواح ويجيب لنا في الناسات اللي مثلا يحبوا يستثمروا في بلادنا لكن هو مثلا على كل حال إن شاء الله يطول عمره إن شاء الله هو على كل حال إنسان كريم بزاف ولكن نقذ ياسر عائلات نقذهم يعني من الفقر انقذهم من يعني البؤس وهذا ما عملها الرب سبحانه ويعمل وهذه محاين مش سهله تتعدى المكوي بالغرام كيفاش يبرى لا طبيب ولا شاطر عرف فدوها ماذا بكتها العين بكت مقواها خلوها تبكي رواسها ما ونقول دنيا علا دنيا يعني ندرى نعطيش قداكم طله راهي السجعه ولت لي ذله والكاتبه نمشيلها ولا تجيني دي قدرك يا قلب غير هنيني وخليني نعدي الصابغة الوجبين على كل حال هذه مثلا الهدين اللي موجود عندنا هاك تشوف هذا الرياح وش الدين شوف هي تصنع من الهدين اجبال وعندنا هذه الغرود عالية اللي نغنوا عليها هذا مش كما هذا مجبال حتى احنا في بينا طلعنا على جبل وشطونا على الضاوية وشويها خدعنا يعني في اسمها هذا ما يطلش عليه الضاوية هي مش المنطقة الضاوية هي اسمها اسمه هي اسمها الضاوية بلا هذيك ولدتها اسمها الضاوية هو الوالدة بصح هو الوالدة. هو سمى المنطقة الضاوية على الوالدة تاعو لا سمى على والدته كما انا عندي الحمام سميته على بنت الشاطر على والدتي حمام بنت الشاطر حمام بنت الشاطر ولكن الناس هم يقولوا حمام الناعية ولكن هو الحقيقة انا سميته بنت الشاطر وهنا على كل حال باش نتعدي نخرج باش نشوفوا الضاوية شو داير لنا خط هذا السيف هذا السيف هذا يسموه السيف هذا من السيف ولا ايوه هذا السيف شد السيف يلا قابلني ايوه ها فلمح فلنا نرقص ونغني ايوه هذا السيف وهنا مثلا لما الضاوية تبان بعد اليدين هذاك كيفاش نديروا احنا نروحوا نمشوا هكا ولا لا نهبطوا هكا ونطلعوا هكا كيفاش نطلعوا على الضاوية ايوه نطلعوا هكا ما تخافش ما تخافش ما تخافش لا تغرك راسك ما كاينش الافعال اللهم صل على النبي واش كاين لفه خطا الداعيه ديروا فيها شنو الداعيه كاش لفه يخرج في النهار ما كاش ما يخرجش في النهار لا لا ما كاش حتى هاج تخرج في النهار كان بني ادم يخرج في الليل والنهار هكا على الراس اي فسحه هذه فسحه ولا الله فسحه هذه يسموها الشقيقه هذه كثير مثلا اسمها هذه احنا ساعه عندنا غنايه نقولوا بين الشقايق بين الشقايق ايه وهي دايه يا بين الشقايق وهي دايه وبين الشقايق في قلبي ديما حاضر ما هو شغيب يعني كامله وطويله غنايه كامله كامله وطويله هاي شفت كيفاش سيدي وشنو هي الاغنيه اللي انت كي كنت صغير كانت تدور بزاف هكذا في لا انا كنت نغني مصري كنت نغني لا كي كنت انت صغير مازال يعني شنو سمو حطينا صغير كان صغير ما كنتش غني غير صغير الاغنيه اللي كانت في صف لهنا شنو اللي كانت دور ما كانش غني الدور ما كانش غني ما كانش حاجه لا كانت غني البدوي كان البدوي موجود من بعد جيت هنايا عبد المناي لقيت المخزون تاع النساء ها هذه مثلا هذه تاكل الجمال تحبها الجمال هذه وش اسمها الاكله هذه؟ الطرايه ولا اسمها؟ اسمها الطرايه يا بين الشقايق وهي هدايا وهي هدايا هي كلمة وهي هدايا مثلا حسرة يا بابا يا سيدي يا أخويا يعني تشد بلايس المكان هالمفردات هذه يا هدايا كسري يا هدايا مثال هذا كروتال جديد اللي رونترين تاع منه ما اللي قلت لكم داخل السريط تدخل ايوه تدخل انتر لو دون أيوة. وتمشي لسما هذاك هايل ها ولا تال جديد ها من نيبان وين انا شفت أيوة. كيفاش أيوة. وهذه الضاويه بـ 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 يعني بلي بانغالون تاعها بال 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 بزيتونها بنخلها ب ايوه نعم هذه على كل حال واش تقولك في الجلسه هنايا
هذه جلسة جلسة في الجلسة هنا قاعدة وكاس تاي واش قولك فيها؟ هنا نورمالمون نجيب معنا الاتاي اللي هنا يلا غالب الغالب جماعة الشمال الشمال واحد يشرب التاي والاخر يقول لك القهوة ما قلنا هي لا قهوة ولا تاي ما فهمناش تعبت انا بصراحه تعبت على بالك المسافه لا بس المسافه انت ما تشوفهاش المسافه لكن ما شاء الله تحب تقول كيلومتر على كرهنا وانت من الشمال يسر عليك اما انا ولد صحراء وتعبت ما بالك انت على كل حال الاخوان راهم معنا جماعه راهم جايين من الجزائر راهم خلطوا جاوا قالوا لي جاوا تعالوا تاع التلفزيون تاعكم تاع الشروق قالوا لي جاوا خاطر سي علي وصاهم قالوا تمشوا المناعي راهو نعرفوا قبل وانا ما على بالهم ما نعرفش علي ولكن راني نعرف علي مليح وفي مناسبات عديده ولهذا على كل حال انا اذا كان وصاكم على كل حال اكيد راح يوصيكم ولكن ما قالكم ما قاليش عشيهم بصراحه يعني ولكن راح نعشيكم هكاك المراه قالت لي لازم تعشيهم نعرف علاش وش بها منكم شافت الحصه تاعتكم عجبتها هي الحصه كما فيهاش النساء راهي مقبوله عندها مقبوله عندها مقبوله اسم الفرنسا ما تحوزنا ما نقول سي علي على كل حال بالمناسبه نقول لك شكرا وعلى كل حال مازلنا نتحدث معاه مازلت ما نعرفهمش الاكيب نتاعك كمان باغي ولكن راني نقصر على كل حال نمتحن فيهم واحد بعد واحد فيهم اللي راهم على كل حال لو ماشي معايا في الروايه نتاعي خاطر انا نمثل روايات فيهم اللي يمثل مشى معايا فيهم راهم محتفظ يعني بالاسم نتاعه وفي ميهاب من عبد الله في باله روح حاجه هكا طولها 6 متر وعرضها 10 متر كان مستخيل يعني ما يعرفنيش قبل في باله راني حاجه هكا مثلا بروقراطيه واستغراطيه وانا والله ما عندي من هذه الحياه الابهه ما عنديش ابهه ما نعرفش الابهه وشو معناها ساعات مره نحب نحل كتاب نستفسر ما هي الابهه ما عرفتش فين باج ما عرفتش فين باج ممكن ساعات في البليسيتي نسكر التلفزيون ما نحبش نشبه التلفزيون وكان واحد من الجماعه نتاعكم نتاع الضيوف شفت واحد عندك السروال هذاك جين قطعهم ركبه حبيت نستخزيها على كل حال مشيني خارط عليه درك تغض نطلع عليها السؤال نقول له اشرح لي ما هي باش مثلا الركبه الرقعه في السروال هي في الوسط مقطع وش تعني؟ هذا معنا من الكيف هذا معنا من الكيف واحد ما نعرف نظن معكم نظن معكم السروال مقطع الركبه عنده الركبه انت نقول له ارجوك فسر لي ما هي هذه اللي اسمها الرقعه هذه وش معناها؟ هل هي عندك في الباجاج اكثر من لازم؟ يعني قريت اكثر من لازم وليت اكثر من لازم يعني وصلت فورتين عندك دراهم اكثر من لازم ديغوتيت من ديغوتي اكثر من لازم مازال اكثر من لازم لابس قطع على السروال وماشي ممكن قطع حاجه اخرى في البدن السوري هم داروا الوشام جديد هذاك اخ اخيب حاجه اللي دارتها الموضه هيك الوشام هاك الوشام اللي تتواجد شي سيبولوجيك والله العظيم كان نسيت ما وش نقول لك ما اقدرش نشرح نحكي لكم نا يا حبابي مساير بيا نحكي لكم نايا مساير بيا بيا غرام والله والله واش بيا يا اللي مثلا نقول هذه حياتي ولكن حياتي اوسع من هكا ومثلا هذا جزء لا يتجزا من حياتي مليانه كلها ولكن فيها سعاده كلها ما عنديش مغامرات وما عندي حتى شيء الحمد لله ولكن فيها شيء جميل فيها اللي يفيد الناس فيها خاطر تو من خلال انا الغناء الاغاني نتاعي من حال حركاتي من حاجات يعرفوا سعادتي ويعرفوا سعادتهم يعرفوا المغنى مثلا وش يهدف وش يوصف معقول ياسر هذا المهم في هذا في في المغنى الحياة اليومية هي مثلا الإنسان مثلا احنا نساعد العامل نساعد الفلاح مثلا كل واحد نعطوه كلمة هكا تساعده في الحقل وتساعده في والخطيب تساعده في كلمة خاطر ما ساعته كلمات في الحب ولا في الغرام ما نقولهمش كما ينوي هذا نقول لهم بلطف باش مثلا العاشق هذا أو الخطيب أو كذا كذا ياخذ ياخذ هذه مثلا المشكلة بهدوء بثقافة ولهذا هذا المغنى نتاعنا مش الغنى نتاعنا يا الله على كل حال
كل شيء معلقه من قراحها كما يقولوها، ولكن هو الحديث بقيه. اوكي نشرب كاستين وبعد هل نمشي نشرب كاستين؟ نمشي نشرب كاستين، نمشي نشرب كاستين في الدار. يا ليلة دانا يا لا 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 يا دا يا ليلة دانا يا لا دا ظبي اليمن يا حلا يا روح من يهوات حاول تنساك لكن ما استطاع تنساك أنساك كيف الحاجة يا ظالمي ملقاك لفتش مغطى ولا غطي على مفتوش ويا ليل ما جانا ما جان يا ليل حلو المناجات هكا ولكن على بالك المشي في الرمال يتعب صح تغشت ناجي وانت تعبان لا اي ما كان ما نقدرش لا ولكن نقطة حتى هي نستعملها ك كنقطة في حتى التعب تنجم توصل منها نقطة في الاخر هاي اللي بدها هاي 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 فريدة هاي ثانية تدخل نقطة هاي تدخل نقطة بلوش لا 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 سلم عليك العقل بيقول لك نبيك سلم عليك العقل بيقول لك نبيك أما خطا الرجل أما خطا الرجل صعب علي أجيك صعب علي أجيك الله الله ميحي مع الرياح وين تميحي ميحي مع الرياح وين تميحي ميحي مع الرياح وين تميحي ولا ريح يقدر ياخذك من ريحي يا ليل Quand il faut s'occuper du linge de toute la famille, chaque seconde compte. Avec la gamme Perfect Care, Philips révolutionne le repassage. Aucun réglage de température. Une vapeur puissante pour un repassage parfait sur tous les tissus sans jamais les brûler. Le meilleur des repassages, sans aucun réglage. Philips, la marque de repassage numéro 1 dans le monde. Innovation anew, Philips. خلف ولد شيخ البلد خلف ولد يا فرحتهم لما كبر ابن شيخ البلد شيخ البلد اي 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 خذني معاك خذني معاك يا حبيبي خذني معاك مرحبا بكم قيلة وزيد مرحبا بكم الآن بعد مندوبة عشانا تويح للكلام راح نقولوا ما شئنا من الحديث وما شئنا من أجوبة على كل حال الأجوبة كثيرة والأسئلة كثيرة وأنا على كل حال على قدر المستطاع راح نجاوب للجمهور العريض راح على كل حال استفساراتها كبيرة ونعرض بعض الاستفسارات ولكن مع الأسف إذا كان ما نعطيهمش كل هم في حاجة إلى بعض الاستفسارات حتى ولو قليلة هو أنا متأكد من ذلك على كل حال احنا طفولتنا وهي الطفولة باش يحلى الكلام قبل باش تزيد يحلى الكلام الكلام جبناه لك واحد لي كادو من طرف باش يحلى الكلام احنا جبنا لك شوف هذيك شو هذه؟ هذه باش تسهل لك الأمور تاع نقص الشعر يعني بعد ما شاب راح يدور الكتاب نزال خير قدامك بنجم هذه رفرس هذه والله ما كاين موديل انا جبنا لك دي موديل كل وحده واش الوظيفه تاعها زودتوها شويه بصح لا تستاهل ما اكثر استنى
كل شيء عبد الله الملاي هذيك هذه رزوار وكلهم هذه طروا دي عقب برك هي تفريها باهي 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 هذه جبناها للحجة بعد هذه راهي الحجة ليش احنا ندوها لك بصح هذه برسكو امور تاع هي شوي وشو الحجة هاي طيب بها ما باش طيب بها هي تعرف هي كتمدها لا تعرف ايه هذا هما هذه ثانيك معهم ايه ما فهمتهاش هذه داطاش وهذا داطاش وهذا ايه سطاء وهذا هذو الامور تاعهم هذي كلام بلاش ثاني انا مبارش ثاني هذه عطاه لك ليه شي ليا بعد كل حال دائما هو اللي يهم من هذا دوك يحلى الكلام يحلى الكلام المهم من هذا نرجع للطفوله كما قلت ككل الاولاد ككل مثلا ككل الاسر من عائله زواليه فقيره تسعى الى لقمه العيش ورغم ذلك يحب مثلا يزرعوا في القرايه ويزرعوا الثقافه في الابن ولذلك والدي كيف من هذا المهم الناس والله يا غام بوالدتي خاصه والدتي تحبني تكون طالب قران وانا على كل حال كنت ناوي نكون طالب قران وقريت القران ولكن بعدين مثلا كان والدي كانت امي هي الحريصه على ذلك والدي ما يدخلش في هذا الشؤون بقى يحب القران طبعا حتى هو مثلا تعرف قران يحب القران ولذلك امي كانت حريصه كانت غيوره على ان يكون ولدها طالب قران بعجاله يعني توفى الوالد عام 55 فانا يعني فيه شيء من الفرحه نوعا ما ان انا استقل نكون مستقل يعني فكريا وذهنيا وحريه كيفاش نوع من الفرحه كما تاخذ حريتي كما الوالد لا مش فرحه انت عن الوالد مثل مات لا سبحان الله حزنت على والدي بكيت على والدي ولكن كنت مثلا صبي كنت نسعى باش نكون مثلا عندي حريه باش خاطر انا كنت نهوى الموسيقى نهوى الغناء نهوى مثلا لعب الاولاد كنت مثلا زعيم نزعم ديما في الاولاد في الحومه نزعم وكان والدي مثلا حذرني خاطر والدي ما يقبلنيش نكون زعيم كذا ولا نكون كذا فيه ضرب وفيه شحط وفيه مش حلو المهم يعني بات الشايب تولد الشايب وانا كنت متجوز هنا في الجزائر احنا كنا نمشي نتراود ونمشوا على تونس ونرجعوا كل عام نجم خاطرنا اخواتي كله تولدوا هنا في الجزائر مع العلم احنا في تونس مع العلم احنا في تونس المهم ما نمشي بيك وهذا توفى الوالد فبقيت الوالده عندها شويه فلوس عملت تجاره لعمي شويه تجاره ومن بعد عمي استقل وحده بالتجاره واحنا عندنا ان بيت بونسيون من خاطر والدي كان يخدم في الكومبانيه ان بيت بونسيون من بعد انا كنت مثلا شهاده قياده الكشافه مع علي ناجي المرة الله يرحمه استاذ علي ناجي كنت نائب نتاعها في الكشافه فبعد الكشافه لما مشى جبهه التحرير حبت تجند الناس الجنود مثلا الجنود عام 58 فاستدعيت من طرف الشباب ولكن كان واحد مثلا واحد اللي اسمها هذيك كيستيونير هذيك تاع الجنود فلما استقصاني انت شكون كذا باباك واختك كانت عندي خمس اخوات وبابا مزوج زوج المهم عفوني من قالوا انت لا تمشي خدم على امك على روحك ما تروحش للجيل اسمها الجب لما لقيت ثاني فرصه اخرى تحت لي فرصه اخرى وهي فرصه انك كونها مثلا الشباب يطلع لفرنسا عام 59 صحت لي والوالده باش نطلع لفرنسا يعني غصبا عنها يعني امنتيه والا نمشي نخدم فكانت كنت محظوظ رحت لفرنسا عام 59 جانفي 59 كنت في كافيون شحال كان في عمرك؟ كانت عمري 18 قيل حاجه مش بزاف عمري 17 و9 اشهر 17 يعني 18 نقولوا 18 فمشيت نخدم على وكنت مثلا كنت كل من صوره نشد 4000 5000 والباقي نبعث للوالده كنا 30000 للوالده كانت عندها قيمتها بزاف وكنت ما كنتش نحس بان كون 30000 ياسر وشوي المهم كنت نرغب باش نبعث لاخواتي باش يكونوا عايشين في الرفاهيه ما يحسوش بفقر ما يحسوش بكذا كذا فبداوا يحسوا بالغناء يعني خاطر يحسوا مثلا 30000 بكري كانت بعد ما اكتفيتش بذلك فمشيت عديت مثلا حبيت نعدي للصدور كانت ليزيستون سوسيال
هناك كانوا يقبلوا في مهنيا يعني في فرنسا هذا، وانا كنت ما نقراش الفرنسويه نعرفش حلو ولا كلمه فرنسويه نعرف ا بي سي دي نعرفها، ولكن كومون تو تابال جو مابيل كذا هذيك الاجدادية الاولى هدي تبعي واحد ترجمان يقول له محمود بطره يذكرك بالخير ويترجم عليا حاجه سهله في الحقيقه، مش حاجه يعطوك اللي دي تصورك اللي دي يركبهم انت يعني كنت ذكي بصراحه يعني كنت ذكي مثلا واسمه الشربو نكحل واسمه والسكر وشو ما ابيض المدري هكا انا بليفور هكا ولا هكا هكا بليفور غير بال يعني حاجات بسيطه بالحقيقه، ولكن لازم تعدي كله بربراتوار يعني كله تحضيري لازم ثلاث شهور تحضيري. مشيت وانا كنت ثاني مشارك في الجبهه، كنت عندي سيكسيون في الجبهه دونك في كافيون كنت سيلول وبعد ولا سيكسيون كانت مسؤوليه كبيره في الجبهه تركوني باش نمشي على كل حال كي خليت هذه باش نمشي للعمل ستاج عطوني رحت للستاج في موباج. موباج هذه بلاد النور اللي فيها مثلا جماعه ما نقولوش الحركيه درك ما نسموهمش حركيه نقولهم يعني المعارضين المعارضين جاب التحرير اسمها حركيين ما نقولوا نقولوا حركيه خاطر درك عندها مده المعارضين هو حركه عندها مده ما سمعناهاش الكلمه معليش نجدوها مره اخرى حركه ما أنا ولكن انا كنت عندي لهجه تونسيه عندي لهجه تونسيه ما عنديش درك واه ما عنديش عندي لهجه تونسيه وعندي بطاقه فيها تونس من بعيد بان فيها تونس بالحرف العريض هذاك في البريمونت هذيك في الكتابه في الخلفيه نتاع الكتابه مالك يعملوا رفض الجماعه نبره بعيد نو با توا تونيزيان ليزي قولي تونسي انت خالتي ولكن انا كنت كان جاب التحرير وسطني ان كون نخرج ندخل القهوه نتاع هذا نتاع المعارضين كانت حلال كانت حلال الحركه نتاع الحركه نتاع السونتر كانت حلال السونتر ندخل بصفتي يا تونسي يا تونسي يا تونسي استغل جاب التحرير هذاك الاسم ندخل ونحكي هكا مثلا نتمنى الجزائر تستقل نتمنى كذا كذا ولكن فيه مش كل حركيه مش كل لا هم مش حركيه معارضين نتاع مرسالي نقولوا احنا نقول مرساليست مش كل يعني ضد جبهة التحرير لكن كان خوف كان ميول كان كذا كذا فانا على كل حال قرينا حاجه ان كون كي نقول مثلا جبهة التحرير وكذا كذا فما ناس تستحسن الكلام نتاعي اه يا تونسي والله كان عندك الحق التونسي والله غير صح عندك الحق هذاك السيد اللي يقول لي عندك الحق وكذا كذا نصاحبه نتلاقينا في القهوه ما في القهوه في برا في السماء وجبهة التحرير يتراود فيه ما نتفق انا وجماعه الجبهه نقول لهم هذا راهو ميولاها راهو 50% جبهوي ثم كي تلقوه وبدات تكك اللعبه هذيك يعني قالت ثلاثة شهور ما نبقاش في الزافه رجعت لباريس عندي واحد يقول له النوبلي صاحبي نوبلي نوبلي ولد عم فاضل يعني يكون الفاضل نوبلي الاخضر هو على كل حال ديما المأوى عنده هو في باريس وحضرت اسمها المظاهره الكبيره ومشيت لليموج بعد بعد موباج رحت لليموج ليموج ثمك عادني قاري نحفظ ديسان دوستريال نحفظ التريكاشي نحفظ حافظ التيوري ما نعرف مشيت غادي لسما ثمك وانا حاط في قلبي على كل حال المهم ربحت خذيت ستة شهور كنت انا مميز في الولاد الكل يعني ما كانش واحد خلا مونسيون تري بيان العبد الوحيد مونسيون تري بيان مش بيان حتى بيان ما شاء الله ولكن خذيت تري بيان مونسيون تري بيان وكان المعلم يفتخر بيا يقول لهم هاو ما يقراش الفرنسي هاك تشوف يطلعني انا الصبور على كل حال نصلح خاصة للديسان اندستريال تريكاشي وكل البيعات هذيك وفيدسي وفيدسي يعني التكنولوجيا قلت الحقيقة قلت موزي وحتى ثاني يديا في الاستوديو المهم ربحت للاستوديو بعد زدت عديت للاستوديو تاع البايب بعد في ما كانش ست اشهر ما مشيت واحد يقولها فوا واحد البلاد يقولها فوا بون لعبت باش نحب نصول قلت انا خايف من باريس ما نحبش نروح لباريس باريس فيها الجبهه وفيها المشاكل وفيها الضرب يعني لكن من بعد لقيت راحتي غير في باريس احسن يا ريت اول يوم رحت لباريس مشيت لفوا هذه تاع حدا طولوز مشيت لعبت شويه كوره مع واحد الفريق ما كانش حتى جمعه لعبت ريال سنترال وطلعوا شوارير امور فارغه فريق معروف ولا فريق؟ ها؟ فريق معروف ولا فريق؟ لا لا فريق لا لا فوا فوا احنا اندورا اذا كنت تعرف شو الخريطه شوي من طولوز يجيك فوا تدخل
هذيك البلاد المستقله هذه يقولها اندورا. هي اندورا تتكلم اسبانيوليه هي لاصقه في اسبانيا ولاصقه في فرنسا انتر دو ستيل باس. المهم ما طلعتش عليا. زدت رجعت جات لباريس، جات لصاحبي النوبلي هذا، ما زلت رقدت عنده نهارات كذا كذا. انا مشيت مشيت رونو، قبلوني في نهاري بعد، قبلوني عملت ستاج يعني، قبلوني في نهار دخلت بعد من نهار نخدم عند رونو، ولكن ما استقنعتش خاطر كنت شويه قلت لها كيفاش نخدم في رونو. واش كنت تخدم؟ ها في رونو واش كنت صدور؟ لا صدور كوب صدور يعني. لا لكن مثلا دخلت رونو مثلا عندي يعطوك اواس يعني مثلا مانوفر سبيسياليزي مده، خاطر يعني باش يعطوك الشهاده ثلاثه ترو فوليوم هذيك يعطوها لك تعطيها الرونو، باش يعطوك الدبلوم ما يعطوكش الدبلوم غادي الا من رونو تخدم عند رونو ذاك اليوم. رونو تبعث للاسم السونتر هذه تاع الاف بي ا، هما بعد نهار يبعثوا لك الدبلوم نتاعك، اما فاولوها ما يعطوكش حتى تفوت حتى يستعملوك نهارات مثلا كثر. المهم يعني بعد رونو ما ساعدنيش رونو، اواس ما ساعدنيش، قلت لهم لا لازم نعدي امتحان بي ان بروفيسيونيل. عديت نجحت وكنت حريص على كل حال، والعائله ما ننساش العائله، وكانت زادت العائله زادت الشهريه تاع العائله وما كفانيش بعد نهارات ما كفانيش. ثمك دخلت عند المغنى، دخلت المغنى، دخلت العراس، ما زلت الاستقلال ما جاش. دخلت المغنى سري نغني بالنشيد، غني خلي الثورة تولع نار نتاع محمد قنديل. يا استعمار احنا ما بيننا وبينك ثار، يا استعمار خلي الثورة تولع نار نار نار، احنا مشينا والله على كل حال ما تتذكرش. كنت نغني هكا، كنت نغني على الدوار تاع محمد قنديل في موال تاعي يا جمال. المهم يعني كي جا الاستقلال، اول يوم الاستقلال بديت نغني، بعد دخلنا مشينا نغني في القهاوي. لا واحد يقول ابو غزاله وذرك مريض ما ربي يشفيه في حسين خليفه، هو الدرابك نتاعي ونايا. احنا ما بيننا وبينك ثار يا استرما، خلي الثوره تولع نار 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 نار، احنا بنينا طرق الثوره من علمني حياتنا الحر وطريقتنا لباب الدار توصلنا لباب الدار. يعني اغنيه هايله، قلت غني فيها. المهم يعني بديت على كل حال بديت نغني الاعراس وكذا كذا كذا، ولكن ما زالت حاجه شغباني وهي الموسيقى. العرس تاع الجزائريين طبعا، الجزائريين بيان سور. لا كنت مع الوداديه، كنت مع انا قلت لك حتى في النظام نخدم النظام قبل الاستقلال. بعد الاستقلال انا كانت عندي جروب، كنت شاف دي جروب يعني في الاستقلال، كنت شاف دي جروب سيكسيون، كنت في كافيون والسيلول، ومن بعد خدمت سيلول في ثاني في باريس، ومن بعد في لافان دو سما خدمت جروب شاف دي جروب والحمد لله. متى جاء الاستقلال هذا، بدينا فرحين بالاستقلال وغنينا في القهوي تقريبا 13 14 قهوه في النهار هذاك تاع الاستقلال وثري فلوفي. المهم يعني فرحه ما شاء الله ما شاء الله ايه، ولكن مش الفرحه اللي رانا كنا باش ننتظروا منها حاجه في الجزائر، العكس. كي جينا الجزائر نلقوا الفرحه هذيك يعني كان حاجه بارده، كان حاجه محتومه ما عندها حتى كي جينا هنا قيمتها ما بنتش. كي رجعنا للجزائر القيمه نتاع ذيك الفرحه نتاع اسبوع وذيك الفرحه واسمها، خاطر كانت كاينه واجب اجباري، فرحه اجباريه ونضال اجباري وحب الوطن اجباري. بصراحه يعني نقول لك انا ما كانش عندي هاك، خاطر ما كنتش منتظر بعد الاستقلال، خلاص غسلت يدي وريحت نختم. كانت الناس تسمي كانت تلعب تلعب فيها لعيب يا لطيف، واحد يرغب باش يدير سكنه واحد كذا كذا. انا لحد اليوم لا سكنه لا محزنون من الدوله. المهم يعني الحاجه حادثه مش من بعد تفاجات. انت كي دخلت الجزائر تفاجات ولحد اليوم راني ما زلت دايخ لحد اليوم، ما زلت المفاجاه ما زلت ساكناني على خاطر ما كنتش نظن هذا الشيء، ما كنتش نظن الجزائر فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها رشوه وفيها عصبيه وفيها بيروقراطيه. في ذاك الوقت كان فيها رشوه. ما عندناش بيروقراطيه ثم، لا يسمونها كنسموا بعضنا كالخاوه. ما نقولوش فلان يا عبد الله، الخاوه. كلاش واحد. من بعد انتم في وقتكم ذاك كي دخلتوا الجزائر لقيتوا كاين الرشوه والمحسوبيه وهذا الامور. لا كي دخل هيا تو نقول لك مثلا باش بعد تو نرجع شويه لك الحديث. اول مره ندخل الجزائر جيت على اسبانيا فور فيكولي بالسياره، جيت على مروك، جيت على اسبانيا، جيت على سماه. يكون عندي ممكن
واش من العام هذه؟ هذه مثلا 66 66 66 رجعت شديت سيارة شديت اسمها جيت على اسبانيا ودخلت المغرب المغرب شقيت المغرب وجيت على وهران جيت للجزائر المهم جيت للجزائر العاصمة دخلت سيارتي الى للجراج يعني مثلا نقولوا دخلتها وخرجت هكا بالسكالي نشبح في المنيجيب وواحدين مثلا راجل ومرأة برادسو برادسو وفرنساوية تلغط قلت لصاحبي والله العظيم قلت هنا قلت له خرجت على قلت لك طلعت هكا بالسكالي رجعت او ترجع هزيت السياره وخرجت بط في بلاد الاسبان القبائل في الليل الكلاب تبع علي وبيت في الليل رحت لعنا وقتها رحت مشي لعنا مشي جاي للواد خاطر امي قالوا لي يا ولد تكره في تونس خاطر امي جاي رجعت للبلاد بلاد الاستقلال ما نقولش اني كنت عشت في ايام بها كانت حلوه ايامي كنت لا وشو الحلاوه الحله فيها الحلو فيها هي لما رضيك البلاد اخواتي ورضي مرتبايا ورضي اسمها هذيك حلاوتي وين كل من اختمنا بعث لهم هما ما عنديش خاطر نجوات نجوات وبعدين شد دير تجاره سعد الله انا عاود نرجع بك 66 جيت طالع لقيت حسيت روحك ما زالك في فرنسا انا والله العظيم حلفني صدقني والله ما طلعت طلع هكا شوي ما كانش شبحت واحد هاي تو تخيل فيه واحد طفله من الجيب ومع خطيبها ولا رجلها براتشي بشوف قوي بصوت عالي وقلت اسمع واحد يقول لها اسمها كان معايا قلت له ابدا ما باتش في البلاد انا جاي الجزائر الجزائر خاطر ما نعرفهاش قبل الجزائر بصراحه العاصمه رجعت مشيت هز السياره تاعي وبت في بلد القبائل كان واحد الاساس قالوا واش ديروا ولاد قلت له الغالب راه نهرب من العاصمه انا هنايا نسمع كان في الكلاب تم بعدين ممكن بحذا الاخضريه والمغادي ولا حاجه كما كاكا خاطر ناقي والدتي كانت في تونس ايوه في تونس قلت لها نمشي لوالدتي من هنا نمشي نجيبها معايا ونجي كي مشيت لتونس قال لي رجعت للبلاد زدت رجعت تهزيت واحد يقول له علي طليبه طارو طبيب حاليا صاحبي ماني لاف كنت معي كان معي في الكشافه كنت قايد عليه في الكشافه ما جبته معايا هو جا وجده وزدت رجعت للجزائر العاصمه بعد عنابه بعد تونس عنابه زدت رجعت العاصمه ولكن رجعت العاصمه ولا الدنيا هدوني باب الويت في عرب وفي قهوي عرب وما تقصها ما شكل اسمها هذاك كان ريتش راس هذاك ريتش راس اللي قلت لك عليه وحدها الجامعه حاليا الجامعه تاع الجزائر للتينال اي هذه لا تو كي مشيت هدوني جماعه هدوني بلاصه عربيه وكان جماعه يا اللي رايح الواد وجبت معايا بعدين واحد يقول لك ديري واحد ترى واش جبته معايا هنا للواد هديت هذاك علي هذا مشى للقاهره وانا مشيت جبت الاولاد زنين لقيت شويه عروبه هكا وسوافه لينا هذا باب الواد هذا باب الواد ايوه حي الشهداء واش قلت مساحه الشهداء مساحه الشهداء وباب الواد ايه مساحه الشهداء وباب الواد لقيت يعني مثل تفرهدت شوي يعني عابر سبيل يعني مشي مش نقعد ولكن قلت يا جماعه ما بتش رحت من عندها مثلا بت في عندها كنت بيت في عندها ما بتش فيه حسيت جماعه وجيت مروح ايوه وغديت هانت في الطريق غديت في طولقة مش طولقة استغفر الله سيدي خالد لا الأخرى مش سيدي خالد قبلها واد جلال دخلت الواد جلال شوي لقيت حادة زدت رجعت لطولقة المهم التاريخ مشيت خرجت الصباح مشيت أنا للجزائر طلعت على والدتي طلعت على أهلي على أحبابي لقيت فرقة أنا في الواد يقول لي صلاح قدوا لي صلاح الديوان يسموه لقيت فرقة موسيقية هايني عاد جاي من الجزائر من فرنسا خدام عراس وكذا وكذا جيت قلت هيا نغني مع الجماعة هذوما شوي لقيت الجماعة ما عندهم ما فرقة ما فيهاش عازفين عازفين فوس نوت غا كما جات كاين واحد يقول له لا شو اسمه هذاك يا ربي شو اسمه هو الوحيد قلت لك عنده اسمها العايبي يقول العايبي والله نسيت اسمه ما عادش نتذكر دوك معليش تو حداد بطل حتى هو الموسيقى هو هذاك لقيت في فلابل ولكن هذاك فلابل مش راضي بيا انا يعني كون كيفاش جاي لاجي وجاي من تونس وجاي من فرنسا المهم باني نمشي جت فرقه الجيش هنا جت كانت فرقه الجيش كانت فرقه ممتازه الو غنيت معاهم زهر نشيد هذا من تخلي ثوره ولا نار استعمار طلعت معهم هنا في الواد خدمت معهم في التقورت خدمت معهم في العاسي على كل حال بعد لقيتهم ما كانش دراهم اها
ايه ما ساعدني شيء، مش مثلا نرجع لفرنسا. رجعت مشيت للبوندوفر تاع خاطر عندي الصدور تاع البايب. ايوه يعني بعد تاع الستاج خذيت شهاده تاع البايب، خذيت شهاده البايب وحدها. ايوه مشيت للاسماء الحاسي مسعود، انا ولدتي بالاسماء الورقله مشيت للحاسي، نلقى براكه 9 و10 الناس هكا قاعده بحذاها، هي الموندوفر ترى سموه. بون انا شفت انا كنت في نظام في فرنسا، كنت ناس مثلا متهذبه ومثقفه، نلقى مثلا نسات متهوره واحد قسم. بعد جاء هذا القايد اللي مش يعطي بوش الناس يشحط ويسب، واخر غادي يشد الصف. هاديني تو انت جاي بعد العشره الناس كلها سبان كلها تسمش وجي سبوت انا. والله ما قربت هاك البلاصه، هزيت موبيلي ورجعت تميت وجيت الواد. فكرت في الرجوع الى فرنسا، رجعت هزيت عبايه. بسم الله رجعت. رجعت اخرها اخر 66. سن ما رياش مون با ام وعاود ترجع. ما كانش ده، ما كانش قعدت ثلاث اربع شهور ولا خمس شهور في رمضان وقتها، كان في رمضان. لا حق رمضان شديت الحبس في اسمها في اسبانيا، لا في مروك. لا هذه في كي كنت راجع كنا نبدلوا في الفلوس خاطر احنا كي كنت راجع هذه ممنوع الان. كي كنت راجع لفرنسا كنت راجع يعني راجع باسكو عندي السياره بنرجع لازم نرجع من ثم. شدونا في جده وجده استغفر الله. شدونا في جده في وجده ديما جده شدونا في جده في وجده ما لا في وجده. هذه مثلا احنا ثمك عندنا ترابل شاك، عندنا ترابل شاك في 10000 الواحد شاك 10 10 10 وانا عندي مثلا شاك اسمه تاع سوسيتي جينيرال. ومن بعد على كل حال احنا مخبين الفلوس، مخبين الفلوس معي علي الجراية، هذا علي الجراية ومع واحد يقول غنامي وواحد هذا يقول المهم انا المهم حكموني خمسه فلوس. كانت الفلوس مخبيه، احنا حنا نصرفوا بال 35000 نصرفوا حاجه قليله مسموح لنا بها في الديوانه. شوي مره على بالك زوجت هذه معبيه صورتيه، معبيه صورتيه احنا نبدل واحد هذاك عرفنا تهرب وحنا شدونا. بدلوا في الدراهم دارولي اي الحبس ما يفهم حد شيء كان الحبس دارولي الحبس شهاد يحطوا في الحبس دارولي الحبس 14 يوم وحنا في الحبس وفي رمضان ولاد الحلال يجيبونا في الماكله. كان واحد جزائري قال لهم معايا جزيريه وانا كنت غني غيري لي عين في الحبس وانا نغني تغني لهم في الحبس. اي بالطبع غني مثلا على الاقل باش نتعرف على الاقل يتهلاو فيه يحترموني شويه يقدروني شويه يتهلاو كنت نغني ساعات الاساس يقول لي يلا. تشاهدون في الحلقة القادمة من هذه حياتي. والله يا غالية هاضم العفو والله ما زادوا معي كلمة. قلت له شبيك علي؟ تقول لي هذا غني هذا. قلت له هاي مليح كلمة الهير مع النوايب قلبي بغرام كذاب يا جمهور توبيل عبد الله محمد كيف كيف؟ وصول الجمهور يصف غدوة كل الجرايد في تونس شكون هذا؟ مين القبلة جات؟ شكون هذا؟ شكون؟ شنو وزرينا وشنو شنو هذا؟ شنو؟ جرايد كامل كتبت عليه. على كل حال سيدة فريدة على كل حال جبت سبع أولاد، عندها أربع بنات وثلاثة أولاد، عندي خمسة أخوات حشاني خمسة أخوات كل واحدة عندها ستة ثمانية تسعة ثمانية تسعة ثمانية تسعة. مبارك قديش عندها؟ 16 14 زدت عزوز مسكين 14 شوي حيين كل ما بس عليها الوحيد طلع لي الدم وطلع لي الدم والله الوحيد طلع لي الدم. حجك مش طلع له الدم كيف؟ لا لا شوي نظاميه هو شوي لا 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 نظام تاع الدنيا اكثر هي ما تفهموش فينا وياه، هو يشوف الدنيا من جهه وانا نشوفها من جهه اخرى. هاك شوفي محجبهم باين وهذا هذا اللي مشي ضده ما يفهمونيش فيه. يا بنات يفهموني راه وراك والحجاب لازم حجاب والا نحو بريكم نحو ضربه واحده وخلاص. العين هذه لازم المغرضه جاني القرطاس تاع تاع لباس من هنا يبان حد شيء كل ما يبان حد شيء هذا اللي نتناقشوا فيه. الانسان مثلا لولد المجتمع المجتمع يثق فيا ساعات مره يقول لي هاي بنتك انت هاي بنت بنتك انت يعني مثلا كان يطعنا هكا يطعنوا فيا بها وانا ما نحبهاش القطار هذيك. اول خطيب يجي نعطيه هو خطيب يقول لك ما يتنباش نبي في قومه. انا ما تنبي في قومي
انا على كل حال نحترمهم كامل حتى الصغار كبار حتى تكون تصير مشكله كي نوقفنا الحقيقه قد الناس كل ترفع يديها وهذا مهم جدا. قدم لكم هذا البرنامج برعايه فيليبس.